New video just into our newsroom shows a St. Cloud police officer being roughed up, slammed onto the ground by... Unfolded. The officer you see there says he was separating a fight between two students at St. وقبل ما نشاهدوا بعض الأشخاص الخارقين واللي تم اختيارهم بعناية كاين بعض المشاهد والمقاطع اللي حتى هما كيتسموا من الخوارق ولكن ما عندهم حتى تفسير. هي القوة ديالو اللي كندخل في القطيرة في المقدمة ديالها براس. بحال هذا اللي تلقى الحديدة بصدره ولا هذا الشخص اللي ضرب راسه بحجرة ولا بحال هاد الجوج اللي كيتناطحوا. دابا هادو فين غادي نصنفوهم؟ هادي مجرد هواية وهذا مجرد هواية. وفي الحقيقة كاين أشخاص خارقين اللي قاموا بأشياء خارقة يعني للعادة بحال اللي تجر حافلة أو لا اللي جر قطار واحد تجاوز كل الحدود وجر شاحنة بودنه وكاين اللي اختار منه ممكن يدافع بودنه نعم ممكن يطيحك بودنه وكاين اللي كيقوم بأشياء خارقة في الخيال بحال الكذاب يقوم بأعمال لا يقوم بها إلا سوبرمان الشخص اللي معايا النهاردة خارق بمعنى الكلمة وفي الحقيقة وباش نتفاهموا قبل ما نشوفوا واحد الحقيقة وقبل ما نشوفوا واحد مفاجأة من العيار الثقيل خليني نقول لكم أن هاد الأشخاص كل اللي عنده قوة ربانية وكل اللي عنده مرض مرض يسمى اللا إحساس الخلقي يعني تيكون عند بعض الأشخاص اضطراب وراثي نادر وطفرات جينية نادرة مقاومة للألم وكاين اللي كيستانوا بالجن وبما أن القدرات الجسدية عند البشر متشابهة ومحدودة إلا أن هناك أشخاص لديهم إمكانيات جسدية مدهشة تميزهم عن غيرهم وتجعلهم قادرين على تسجيل الأرقام القياسية وضمن سلسلة توب 5 اخترت لكم 5 من الأشخاص اللي قاموا بأشياء خارقة بالإضافة إلى أن بينهم مغربي وغادي نسمعوا كما قلت لكم مفاجأة من العيار الثقيل في المرتبة الأولى الفرنسي ميشيل لوتيتو والمشهور بقدرته على تناول أي شيء الزجاج والمعادن وكل ما يخطر ببالك حتى أنه التهم دراجة وأجهزة التلفزيون والغريب أن هذه الأشياء لا تؤثر عليه ولا يعاني من مضاعفات أما المرتبة الثانية الماليزي ليو تولين والبالغ من العمر 78 سنة عنده واحد القابلية مذهلة لجذب الأشياء المعدنية لجسده وتمكن من جر سيارة لمسافة 20 متر باستخدام سلسلة حديدية معلقة بصفيحة معدنية تنتهي إلى بطنه دون أن يستخدم شيء سوى قوة الجذب المغناطيسية لجسده لتثبيتها بهذا الشكل الذي نشاهد ومعنا في المرتبة الثالثة الرجل الماليزي صاحب الأسنان الفولاذية سنة 2007 تمكن راتا كريشنان فيلو من تحطيم رقم قياسي حيث استطاع جر قطار باستخدام أسنانه واستطاع سحب 297 طن لمسافة 2.8 متر وأما في المرتبة الرابعة معنا الرجل المطاطي أو الرجل المطاط يحمل دانييل براوني سميث الرقم القياسي العالمي 5 مرات
بحيث يعتبر الرجل الأكثر مرونة في العالم، وكما نشاهد يعني لديه قدرات خارقة بحيث يستطيع أن يلوي ذراعيه وساقيه وأجزاء عديدة من جسده كأنه قطعة من المطاط. وأخيرا المغربي عبد السلام دخانة. عبد السلام دخانة بطل العالم في رياضة الخوارق. هذا الشخص ظهر في الثمانينات وكان مشهور برياضة الخوارق. ومن بعد مؤخرا ظهر كمعالج في مدينة أسفي. أريدك الله. وكان دائما هذا هو الكلام ديالو. عباد الله راه الشافي هو الله والعافي هو الله، انا على السبب والكمال عليك يا مولانا. ولكن من بعد ما انتشر هذا المقطع ديال سياره غاده بوحدها في مدينه اسفي وكثر عليه الضغط والاسئله، وهنا غادي يعترف. ما تدخلش للبال، هذه طوموبيل تمشي بوحدها، خدمت عليها وعرفت كندير. نشوفوه انا الحقيقه، علاش نشوفوه؟ حيت عارفوا لا دار شي حاجه كيمرض. وهنا غادي يعترف. واش كاين الجن؟ دير لنا شي حاجه. لا واش كاين الجن؟ طبيعي الحال كاين موجود في الارض. السلام عليكم، كمل معدك. اذا كاين اللي عنده قوه ربانيه وما عندنا ما نقولوا فيها، هبه من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك كاين اللي عنده مرض اللا احساس خلقي بحيث ما كيحش بالالم، هذه في بعض الحالات بطبيعه الحال. وكذلك كاين اللي كيستعن بالجن. وكملوا من عندكم ولكم التعليق. السلام عليكم، كمل معدك.